نعم دراسات تهيئة وتوسعات إنجاز سعيد أحمد أتيت ماتت فيما يخص التجزئات الترابية التي تم دراستها على مستوى بعض البلديات، لقد قمنا بإعطاء قرار لتتم الشفافية الكاملة ولكي يتم العمل يعني في وضح النهار ولكي يعني تكون العملية شفافة. أعطينا قرار لكي تنشر هذه القوائم وتعرض للمواطنين، وإذا كان فيه طعون تقدم إلى اللجنة الولائية للطعون لكي تدرس هذه الطعون ولكي تخرج بقائمة نهائية يتقبلها الجميع.